وتناقل العالم قصة الطفل حمزة علي الخطيب الذي عرضت صوره أو صور وجثته أمس وملأت الدنيا وشغلت الناس. قصة تحولت إلى دافع إضافي يخرج من أجله المتظاهرون إلى الشوارع اليوم. المعارضون يتهمون أجهزة الأمن بتعذيب الطفل حمزة قبل قتله، ومتحدثون باسم السلطات السورية يعتبرون ذلك أمرا مستحيلا. هذه هي بلدة الجيزة القريبة من درعا السورية، مسقط رأس الطفل حمزة علي الخطيب الذي أصبح حديث الساعة والصحف والمواقع الإلكترونية. من أجله نظم المحتجون يوما أطلق عليه سبت الشهيد حمزة الخطيب. 13 ربيعا فقط عاش حمزة، اعتقل يوم 29 من إبريل الماضي عندما كان يحمل طعاما مع مجموعة من الأشخاص إلى المحاصرين في درعا، وعاد إلى أهله جثة مليئة بالثقوب والتشوهات. على الفور أنشئت صفحة باسمه على موقع فيسبوك تجاوز عدد أعضائها 7000 في 6 ساعات، وفي أقل من 24 ساعة ارتفع العدد إلى أكثر من 16000. سارع ناشطون على مواقع المعارضة الإلكترونية بالتوعد بالثأر لحمزة، أطلقوا دعوة للتظاهر يوم السبت ودعوة للتكبير على أسطح المنازل منتصف الليل. لم تصدر رواية رسمية عن السلطات السورية حول هذه المسألة، لكن تلفزيون الدنيا المقرب من الحكومة استضاف طبيبا شرعيا أكد أن جثة الطفل كانت سليمة عندما عاينها. الطبيب لم يذكر كيف قتل حمزة. إنما ظهر على سطح الجسمان المرحوم هي عوامل أو تقدم عوامل تفسخ، لأن المدة الواقعة بين لحظة الوفاة وتسليم الجثة كانت فترة زمنية طويلة لأسباب يعني قضائية أو مهنية. ينكر متحدثون مقربون من الحكومة أن يكون هذا من فعل رجال الأمن السوريين، ويعتقد معارضون كثيرون وبعض من سجناء سابقين في سجن تدمر وغيره أن الأمر غير مستبعد وفقا لما كانوا يرونه. وربما ليس هذا مهما، ما يهم فعلا هو أن كثيرا من السوريين لن تكون مواقفهم بعد وفاة حمزة كما كانت قبله. ميساء أقبيق، العربية. في خطاب مصور بث عبر شبكة الانترنت، دعا متحدث باسم أهالي حوران في سوريا أمين عام حزب الله حسن نصر الله إلى التوقف عن دعم النظام السوري والرئيس الأسد، مؤكدا له أن الشعب السوري هو من صنع المقاومة. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تحددهم أن إيران ترسل حاليا مدربين ومستشارين إلى سوريا لمساعدة السلطات على قمع التظاهرات المناوئة للحكومة. وأكدت الصحيفة أن إرسال المدربين والمستشارين الإيرانيين يضاف إلى المساعدة النظامية التي تقدمها طهران إلى دمشق، ولا تقتصر على معدات مكافحة الشغب بل أجهزة متطورة للمراقبة تسمح لنظام بشار الأسد بملاحقة مستخدمي شبكتي فيسبوك وتويتر. للحديث عن ما سبق معنا من دمشق الدكتور عصام تكروري أستاذ القانون العام. دكتور عصام أهلا وسهلا بك في الرابعة. من المسؤول عن قتل حمزة الخطيب والتشويه الذي جرى لجثته كما شاهدنا عبر الصور
قبل قليل. طبعا في البداية اسمح لي أن أقول أنه بقناعتي لا يمكن أن يكون الحل لمواجهة التظاهرات السلمية التي تخرج يوم الجمعة هو حلا أمنيا، لأن من يخرج في هذه التظاهرات هم أخوتنا في الوطن، ولديهم رأي مختلف ولكن يصب في مصلحة الغنى وفي مصلحة الوطن. صحيح أنه لا يوجد هناك أقنية مؤسساتية يمكنهم أن يعبروا من خلاله عن هذا الرأي، وهذه المسألة تتحمل جزء منها السلطة، وهذا ما قال عنه في خطابه السيد الرئيس عندما تحدث عن الفجوة. ولكن في مطلق الأحوال هذا الحل لا يجب أن يكون بحال من الأحوال أمنيا. الحل الناجع للتعامل مع التظاهرات السلمية، أؤكد مع التظاهرات السلمية التي تخرج في سوريا، هو حلا مدنيا، بمعنى فتح أبواب الحوار مع الأشخاص الذين يتظاهرون لكي يعبروا عن مطالبهم بشكل صحيح يصل إلى يمكن ترجمته مؤسساتيا. بمعنى آخر أنه لا يجب مثلا عندما تخرج مظاهرة في المسجد أن ينفض المصلون من حول هؤلاء ويتركونهم لشأنهم، لا يجب أن يكون هناك أشخاص عقلاء طيب. يقومون بمحاورة هؤلاء. كلام جميل، ولكن عفوا لنعود مرة أخرى دكتور عصام. دكتور عصام، أنا كنت سألتك سؤال محدد، أنا أتفق معك فيما ذكرت، ولكن مرة أخرى، من المسؤول عن إعدام وعن قتل وعن تشويه جثة حمزة الخطيب؟ هذا السؤال صديقي يمكنك أن تسأله إلى أي مسؤول سوري، ولكن مهما كان إذا ثبت أن هذا التعذيب وهذا القتل قام أيا كان الشخص الذي قام به، فأن هذا الفعل فعل مذموم، وعلى الأشخاص الذين يقفون وراءه أن يتحولوا إلى محكمة، بل محكمة علنية تضع مسؤوليات وتضع الحد لكي لهم ولكل من يقوم بمثل هذه الأعمال. الاعتداء على أي مواطن سوري سواء كان بالضرب أو بالإهانة هو أمر مذموم ويناقض أحكام الدستور ويناقض أحكام القوانين، ويجب على كل من يقوم بهذه الأفعال أيا كان هويته أن يلقى جزاء رادعا أمام القانون. طيب دكتور عصام، كما أشرنا قبل قليل، يعني تقرير جديد للواشنطن بوست أشار إلى تفاصيل، يعني ما قالت أنه تعاون إيراني سوري في قمع المتظاهرين. هنا أشارت إلى تزويد طهران لدمشق بتقنية لتعقب واعتقال الناشطين عبر الإنترنت، ما حقيقة هذا التعاون؟ طبعا أنا لا أعتقد أن التظاهرات وصلت في سوريا إلى الحد الذي يخرج عن نطاق القدرة الأمنية لسوريا التعامل معها، مع تأكيدي على أن التعامل الأمني مع التظاهرات السلمية يجب أن يتوقف. ولكن أنا لا أعتقد أن هناك، بالنسبة لي لا يوجد لدي معلومات تؤكد أو تنفي قيام إيران بمثل هذه المساعدات، ولكن أؤكد لك بأن سوريا تمتلك من القدرات ما يمكنها من التعامل مع هذه المسألة، مع مسألة التظاهر، مع تأكيدي على أن التظاهر يجب أن يكون مصونا ولا يجب أن يكون الحل أمنيا، والحل يجب أن يكون دائما بفتح أقنية الحوار مع الذين يتظاهرون، لأنهم يدركون كما يدرك كل الشعب السوري بأن المخطط المعد لسوريا أكبر بكثير مما يعلن. أؤكد وأدرك أنهم جميعهم سوريون وجميعهم وطنيون، بل أن بعضا منهم شارك في الاقتحام الحدود السورية الإسرائيلية في 15 أيار، وهذا يدل على وطنيتهم. لا أحد من السوريين يقول أن هؤلاء الأشخاص غير وطنيين، لا أحد من السوريين يقول أن هؤلاء أشخاص مجرمين أو حثالة أو، ولكن أنا أؤكد أن الحوار هو المخرج، ولا يجب على المعارضون أن يتصيدوا وأن ينطروا يوم الجمعة لكي يروا كم هو العدد الذي ستصل به عدد القتلى، بل يجب أن يتحركوا على الأرض، يجب أن نفتح أقنية حوار مع أخوتنا في الوطن، لأن ذلك سيعزز من مواجهتنا للمخطط الخارجي الذي يعد لتركيع سوريا ولتركيع الشعب السوري. دكتور عصام تكروري أستاذ القانون العام، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. ونتحول إلى الكويت، ومعنا من هناك صالح السعيدي الكاتب الصحفي. أستاذ صالح أهلا بك، تابعت ما جرى لحمزة الخطيب حتى أنه أصبح الآن في جمعة أو سبت باسمه، يعني سبت الشهيد كما يقال. هل سيتحول حمزة الخطيب إلى رمز كما كان أبو عزيزي في تونس أو خالد سعيد في مصر؟ لا وأكثر من ذلك. بداية نتقدم بالتعازي لأسرة الشهيد حمزة الخطيب وكل شهداء الثورة السورية، هذا الشعب السوري الذي يدهشنا يوما بعد يوم بقدرته على مواجهة أعتى آلة القمع. الشهيد حمزة الخطيب ليس نظيرا لمحمد أبو عزيزي ولا أي آخر، هو نظير لمحمد الدرة،
محمد الدرة ذلك الشهيد الفلسطيني الذي قتله إريال شارون، وبذلك تساوى بشار الأسد مع إريال شارون. حمزة الخطيب هو المكافئ الفلسطيني السوري للشهيد محمد درة الطفل الفلسطيني الذي قتل على أيدي القوات الإسرائيلية. في الواقع أن النظام السوري يستمر في إجرامه إلى درجة أنه لا يوجد أي سياسة لهذا النظام، هو يعتمد على الأمن والقمع والقمعية فقط، ولكن بصمود الشعب السوري. أنا أعتقد السوريين يقدمون صورة رائعة لنضالهم ضد هذا آلة القمع السورية التي لا تتوقف على القتل وتوقف. والتأكيد أن هذه الحالة ليست الأولى، هذه ما حدث لحمزة الخطيب هو حالة ليست استثناء، هو ممارسات سورية عادية تجري في أقبية الأمن العام وفي أجهزة الأمن السورية. ولكن ما اختلف أن هذا التعذيب والسادية المتوحشة فيه كانت موجهة لطفل. هناك المئات بل الآلاف من السوريين الذين سقطوا تحت التعذيب تحت آلة القمع السورية، ولكن هذا الطفل سيكون محورا ومنعطفا في مسار الثورة السورية. طيب صالح السعيدي، يعني قبل قليل ضيفي من دمشق قال بأن السلطات الأمنية السورية قادرة على التعامل مع الموقف، على عكس ما قالته صحيفة الواشنطن بوست بأن هناك تعاون إيراني سوري من أجل قمع المتظاهرين، كيف تعلق؟ هو محق في جانب منه، لأن مستوى القمع لدى الأجهزة الأمنية السورية يحتوي الشرق الأوسط بأكمله، ولا يحتاج السوريون لنصائح في طريقة القمع والقتل والإرهاب، ولكن هناك نقص في الخبرة السورية تجاه المجاميع. الأمن السوري معتاد طيلة 50 عاما على مواجهة ملاحقة شخصيات سياسية فقط، اعتقال يأتي في الليل ويعتقل معتقلي الرأي ويمارس معهم حالات التعذيب، ولكن مع حالات شعبية، حالات تظاهر شعبي عامة، هذه جديدة على الأمن السوري لم يتعود عليه. وبالتالي من واقع الخبرة الإيرانية السابقة في التعامل مع تظاهرات قدمت إيران بعض النصائح، ولكن أنا أؤكد أن آلة القمع السورية هي بحد ذاتها كافية للشرق الأوسط بأكمله وليس فقط للشعب السوري. هناك مستوى من السادية والوحشية في ممارسات أجهزة الأمن السورية، أنا أستغرب كيف هذا الصمت وهذا التواطؤ الدولي والعربي المعيب تجاه ما يجري في سوريا. أنا أعتقد أن إيران تريد من سوريا تلطيف القمع السوري، وليس لأن السوريون معتادون على هذه لا يوجد سقف لديهم الأمن السوري، ولكن إيران تريد تقديم خدمات تكنولوجية معينة في محاولة يعني اختصار هذه الثمن التكاليف مواجهة المظاهرات والثورة السورية. طيب في هذا الإطار أيضا هناك كما يقول المتظاهرون قاموا بإحراق صورة سيد حسن نصر الله، وقالوا بأن هناك دعم من حسن نصر الله وحزب الله أيضا في قمع المتظاهرين، كيف يمكن التعليق على هذه النقطة؟ بالتأكيد، يعني حسن نصر الله يطالب بالديمقراطية لكل الشعوب ما عدا الشعب السوري، يطالب بإسقاط كل النظم ما عدا النظام السوري، يدعو الديمقراطية إلى كل الشعوب ما عدا الديمقراطية يمنحها يحرمها من الشعب السوري. في الواقع أن حسن نصر الله متواطئ، والأكيد أن سقوط النظام السوري هو يعني ضربة لإيران ونفوذها في المنطقة، كما أنه قطع لتمدد حزب الله وقوته. سقوط النظام السوري يعني بكل الأحوال تضاءل قدرة حزب الله على التأثير في الساحة اللبنانية وفي المنطقة، وسقوط النظام السوري سوف يحرم إيران من حليف قوي كان لها الجسر والعبارة التي استطاعت أن تعبر فيها إلى منطقة المشرق العربي وأن تتحكم في قرار الحرب والسلام، وأن تكتسب إيران كل هذا النفوذ وكل هذه القوة من جراء تبعية أو تحالفها مع سوريا ومع حزب الله ومع قوتها في العراق وفي منطقة المشرق العربي. سقوط النظام السوري هو نكسة لإيران ونكسة لحزب الله. طبعا أنت تتحدث عن سقوط النظام السوري، ولكن على ما يبدو من خلال الصورة التي ترد من سوريا بأن النظام ما زال يسيطر على مقاليد الأمور في البلاد. هو يسيطر لا بلا شك، ولكن بداية النهاية له. هذا النظام هو نظام قائم على القمع والإرهاب، ولن يستمر طويلا. هو فهم أن هو لأن لظروف خاصة وجيوبوليتيكية أن حاجة النظام الدولي وحاجة الغرب وأمريكا للنظام السوري، لأنه مرتبط بأكثر من قضية في العراق وفي لبنان وفي فلسطين، حاجة لعدم تغيير النظام أو الضغط على النظام، لأن بقاء النظام السوري هو مصلحة لإسرائيل أولا وللغرب. ولكن النظام السوري فهم هذه الرسالة خطأ، فهم هذا الغض النظر الدولي عن ممارساته، فهم أنها إطلاق يده في ممارسة القتل والإرهاب
والقمع باتجاه المظاهرين، ولكن أعتقد أن هذا لن يستمر طويلا. المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تكرار هذا الجرائم. هذا النظام يرى سكوت المجتمع الدولي على أنه إشارة مرور، إشارة خضراء ليفعل ما يريد في الشعب السوري، ولكن هذا بالتأكيد لن يستمر طويلا. هناك حالة من التضامن الدولي مع الشعب السوري، هناك تحركات على مستوى المنظمات الدولية. أنا أعتقد أن الشعب السوري والجيش السوري عندما يرى أن هناك جدية في الإطاحة بالنظام السوري سوف يكون له موقف آخر. صالح السعيدي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.